اهلا بيكم. النهارده نكمل مع بعض موضوع التمبليتيتور. تمام، احنا المرتين اللي فاتوا كريتنا مع بعض الريفيجن وكريتنا مع بعض المين تيبل. تمام، النهارده هنكمل مع بعض علاقه الريفيجن والمين تيبل دولت باللوحه اللي موجوده في تكلا. تمام، الاكزامبل بتاعنا اللي هو احنا كنا عاملينه ان في المين تيبل موجود تحت على اليمين، تمام، وفوقيه الريفيجن على طول. اوكي، طيب احنا السكيل اشتغلنا بيه اللي هو السكيل بتاع البيبر A2 اللي هي 594 × 420. تمام، هنبتدي مع بعض نحط الحاجة بتاعتنا الـ 3 files دولت في الموديل فولدر Ctrl C كده، ونروح على الموديل فولدر بتاعنا ونحطهم فين؟ هنا Ctrl V. تمام، لو انت بتشتغل على مكان معين دايما بتشتغل منه، مثلا في السي او في الفيرم، بتحط الفايلز بتاعتك دي كلها هناك. تمام، هنبتدي مع بعض كده نخش على دورنج ريبورت، على الدورنج سيتنج، هلاقي حاجه اسمها دورنج لاي اوت. هكبيت واحد جديد هسميه مثلا جي اي داش لاي واقول له اد. تمام، هاجي اسلك على الجي اي داش لاي دوت واقول له انا عايز احط التيبلز بتاعتي جوه اللي اوت ده. تمام، هاجي اعمل سايز اللوحه مثلا، انا هسميه A3 او A2 زي ما هو مكتوب في الورقه. تمام، وهعمل له اد وهاجي اقول له ابديت. ما تنساش موضوع الابديت ده مهم جدا. وهاجي على التيبلز هحط اول تيبل بتاعي اللي هو كان اسمه مين تيبل واقول له اد وهسلك عليه كده واقول له ابديت. طيب علاقه المين تيبل دوت باللوحه كانت ايه؟ ان المين تيبل ده موجود في الكورنر اللي تحت على اليمين. تمام، فهاجي هنا هقول له المين تيبل بتاعي موجود تحت على اليمين واشيل العلامه دي، وموجود بالنسبه للدورنج فريم ريفرنس بتاعتي هنا هشيل العلامه دي واقول له ان هو موجود تحت على اليمين. طيب هل هو حجمه بالنسبه لحجم اللوحه مناسب ولا لا؟ ده اللي احنا بنتحكم منه في السكيل. احنا شايفين هو مناسب سكيل واحد وهقول له ابلاي. تمام، هاجي بعد كده احط ريفيجن اهوت واعمل له اد وهقول له ابديت. طيب تعالى نبص الريفيجن ده علاقته ايه باللوحه. طبعا انا لو قعدت ادور على علاقه الريفيجن ده باللوحه هتبقى الموضوع صعب جدا، فانا هعمل الريفيجن ده علاقته بعلاقه ايه المين تيبل اللي موجوده هنا، ان هو هيمسك الريفيجن من الكورنر اللي تحت على الشمال. تمام، يبقى انا كده هسلك معايا ريفيجن واقول له ان انا همسكه من هنا من على الشمال من الكورنر اللي تحت، وهيكون علاقته بعلاقه المين تيبل. تمام، وهيكون فوق المين تيبل في الكورنر دوت. اوكي كده، وهقول له ابلاي. طبعا ابديت ابلاي اوكي، وهاجي بقى بعد كده اعمل ابديت واقول ابلاي اوكي، ومن هنا برضو اوكي كده. هاجي اكابيت اللوحه بتاعتي جنرال، ادي لوحه كابيتنا اللوحه هنا. تعال بقى نكابيت للوحة دي ريفيجن، مثلا ريفيجن A، وهياخد issued for approval. سوري نكتبها مرة تانية، issued for approval، والتكست بتاعي اهوت، وهحط لها ديت مثلا واللوحة دي مثلا دور دبي مثلا ار دي وتشيك دبي مثلا او اي، واقول له كيفيت ريفيجن. تمام، هاجي احط البروبرتي بتاعت اللوحه مثلا اقول له 3 دي فيو. الكلام ده كله المفروض بيظهر في التيبل بتاعي، ورقم اللوحه دي مثلا 001 واقول له موديفاي. وهاجي على اللاي اوت هدخل جوه هنا هختار الجي اي لاي اوت بتاعي وهكتب سايز اللوحه اللي هو 594 × 420 الاي 2 اللي احنا اخترناه. لو جينا بصينا عليه كده مع بعض هنا هنلاقي الـ A2 اللي هو 594 × 420، بس خلي بالك إن اللوحة هنا
ده بورتريت مش لاندسكيب، فاحنا عشان كده عملنا العكس هناك اهوت 594 في 420. واجي اختار الـ E2 بتاعي واقول له موديفاي ابلاي اوكي، موديفاي ابلاي اوكي. هاجي برضو اشيك على حاجه ثانيه، البروجكت بروبرتي بتاعتي هل انا مليتها ولا لا. مثلا رقم البروجكت احنا مثلا عاملينه ثلاث اتنينات، اسم الكلاينت مثلا جي سي، مثلا الديزاينر او الشخص اللي عمل الدروينج ديت، والستارت ديت والاند ديت تمام. ومثلا لو في انفورميشن زياده احنا عايزين نظهرها نقول له ابلاي اوكي كده. هروح افتح اللوحه بتاعتي، طبعا الفيو بتاعي هنا ظاهر حجمه كبير جدا، فانا هصغر الفيو ده مثلا 120 اهوت سكيل 120، اقول له موديفاي وافتح اللوحه مره ثانيه عشان ياخد السكيل بتاعي يكون ظاهر معايا تمام كده. هاجي هنا ابص الاقي كل الداتا اللي انا مليتها من الريفيجن والتاريخ بتاعي والايشود فور ابروفال والموديل باي والتشيك باي. وهاجي هنا ابص الاقي الداتا بتاعت الكلاينت والبروجكت والموديل باي والستارت ديت والاند ديت تمام، واسم اللوحه وارقامها والسكيل بتاعي الجديد اللي انا حطيته، كل حاجه ظهرت معايا هنا جوه اللوحه. لو في اي انفورميشنز ثانيه انت عايز تضيفها ممكن تضيفها معاك زي ما عملنا مع بعض في التو فيديوز اللي قبل كده تمام. دي لوحه جي ايز ما فيهاش اي فيهاش بارت ليست او حاجه، الكلام ده ان شاء الله هنزوده مع بعض في الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن اللي اوت بتاع الاسمبلي. لاحظ حاجه هنا كمان، ان انت لما تحط صوره او حاجه زي كده لازم تكون موجوده في الموديل فولدر او في المكان اللي هيقرا منه الموديل ده. لحد كده خلصنا مع بعض ان شاء الله الموضوع اللي اوت بالنسبه للجي ايز، وهنكمله مع بعض ان شاء الله في المرحله الجايه بتاعه اللوح الاسمبلي. شكرا.